اهلا بيكم حبايبي طلبات الصف الخامس، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعضنا يا ولاد فاينل اكزامينشن اوف سام جوفرنورز، هنحل بعض المحافظات مع بعض. كل فيديو هيبقى حوالي 3 محافظات علشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم، وان شاء الله نخلص كل المحافظات مع بعض. اول محافظه يا ولاد، السؤال الاولاني يا محترمين، وين ريفر ميت سي، لما النهر يقابل بحر بيكون حاجة اسمها المصب اللي هو ستوري. اتنين، rat that digs burrow، فار بيحفر جحر in soil. ده example of an interaction between مين ومين؟ biosphere اللي هو الرات. طب والسويل دي تعتبر ايه؟ جيوسفير. very good، جيوسفير. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعد، وين جيرل موفز داون سلايد، لما في بنوته كده ها تتحرك على زحليقه. This is due to the force of gravity، نتيجة يا ولاد الجاذبية. أربعة، the sun is a star، الشمس نجم طبعا. That gives out، بتعطي أو بتشع very big amount of heat and light، heat and light. اللي بعده، what happened when، ماذا يحدث؟ يحصل ايه حلوين لما كتلة القمر mass of moon become twice its real mass، كتلة القمر كتلتها تتضاعف عن كتلتها الحقيقية مرتين، يحصل ايه؟ طبعا الكتلة لما بتزيد الجاذبية بتزيد، يبقى الجاذبية بين القمر والأرض هتزداد، هنقول gravitational force between moon and earth will يا ولاد will increase، يبقى الجاذبية ما بين القمر والأرض هتزداد. اللي بعده، true or false، length of shadow of different object، طول ظل الأجسام المختلفة don't change during day، مش بتتغير أثناء النهار. من قال كده؟ غلط، بتتغير في sunrise وفي sunset، أثناء الشروق والغروب بيبقى shadow longest، وقت نون في الظهيرة بيبقى shadow shortest. طيب اتنين، fresh water، المية العذبة، بتشغل حوالي 3.5% of water on the earth، تمام. عبارة true، air resistance is a factor، مقاومة الهواء عامل ذات speed up، بيسرع من سقوط الأجسام نحو الأرض. لا، ده بيبطأ، مقاومة الهواء بتبطأ من سرعة الأجسام نحو الأرض. أربعة، stars are solid object، من غير ما أكمل، الستارز أجسام صلبة؟ لا، أجسام غازي، يبقى العبارة ترو. give reason، اذكر السبب. occurrence of season on earth، حدوث الفصول الأربعة، طبعا الفصول الأربعة سببها ايه؟ دوران الأرض حوالين الشمس. تبقى الإجابة due to، نتيجة. يلا قول، ولا دكتور ها، ولا دكتور، revolution، due to revolution of earth around the sun، around the sun. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعده يا محترمين، choose the correct answer، a force that is created between two attached surfaces، قوة تنشأ بين سطحين متلامسين، leading تؤدي إلى slow movement، بطء الحركة. القوة بين سطحين تؤدي إلى الحركة تبقى بطيئة، طبعا مين؟ الفريكشن. ليه؟ because it acts in the opposite direction of the movement، بتعمل عكس اتجاه الحركة. اتنين، نقط located as the center، مين اللي بيقع في مركز المجموعة الشمسية solar system، المجموعة الشمسية مين؟ طبعا sun. تلاتة، human can use water in order the following، الإنسان ممكن يستخدم المية في كل الخصائص الأغراض التالية except fishing ولا transportation ولا generating electricity ولا weathering of rocks. يلا فكر كده،
برافو عليكم ويذرينج، لان الماء بيستخدم في الاغراض دي، لكن مش احنا ما ينفعش نستخدم الميه في الويذرينج وفروكس. وهتقول لي طب ما الميه لها دور، لما الامطار بتنزل بتعمل فعلا ويذرينج، بس انا ما اقدرش اجيب ميه واروح اكسر بيها الصخور. فاهمين يا اولاد؟ 4 all the following material، كل المواد اللي جايه دي can be used to filter waste water، الميه الملوثه الوحشه ممكن كل ده يستخدم في فلترة الماء except one، كنا بنستخدم القطن، بعد كده هنحط عليها تشاركول، بعد كده هنحط عليها السنت، فاكرين؟ طيب اخر سؤال يا محترمين، cross out the odd word friction the sun gravity resist، فكر يا دكتور، فكر يا دكتور، ها very good the sun، الباقي كله force لكن غير الشمس. اوكي طيب اللي بعده، النموذج اللي بعده، المحافظة التانية، ما ننساش لو فاهم مركز معايا سمعنا كويس انزل دوس على لايك بسرعة واعمل شير، ليه؟ عشان الفيديو ينتشر اكتر، ينجح اكتر من خلالكم، وكل زمان يستفيدوا عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. فاهمين يا ولاد؟ هو ده الغرض، صدقوني. ربنا معاكم يا حلوين، وربنا يوفقكم مع بعضنا يا محترمين. المحافظة الثانية، complete the following the sun is located، الشمس تقع in the center of solar system، انا اسف الموبايل اتهز مني، solar system. اللي بعده، الشمس تقع في مركز المجموعة الشمسية، الريزيستنس از ا تايب اوف، الريزيستنس نوع من طبعا فريكشن، فريكشن فورس. ان ايرلي مورنينج، في الصباح الباكر، ذا سان ابير ان، الشمس بتظهر فين؟ في الايست. بينما ات نون، خلي بالكم بقى عند طلبه في الدروس اول ما يلاقي الاجابه ايست يروح حاطط هنا ويست ومن غير ما يعرف، عايزين نتعلم نقرا السؤال للاخر. فاهمين؟ ان ايرلي مورنينج ذا سان بيظهر، الشمس بتظهر في الايست، تمام. شو بقى السؤال؟ ات نون، في الظهيره، ابير ان سنتر اوف سكاي، بتظهر في مركز السماء، سنتر اوف سكاي. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعده، ذا مون موفز اراوند ايرث، طبعا مش عايزه كلام، الارض بتلف حوالين، اسف، القمر بيلف حوالين الارض بسبب الجاذبيه. give reason يعني اذكر السبب، occurrence of season on earth، حدوث الفصول الاربعه على سطح الارض، طبعا نتيجه دوران الارض حوالين الشمس، يبقى due to revolution of the earth around the sun. لازم نحفظ السؤال ده عشان مهم الحقيقة. يبقى due to revolution of earth around the sun. طب عايزين يا مستر تقول لنا occurrence of day and night، ها هنقول له ايه بقى؟ due to rotation of the earth around its axis او around itself. فاهمين يا ولاد؟ اوكي اللي بعد، true or false، fresh water forms about 96.5، لا ده salt water، غلط. 2 star fish، نجم البحر، فالوندر فيش اللي هي السمكة المفلطعة اللي هي موزس فيش، ليفين اوشن، مظبوط. اللي بعد، lakes have fresh water only، البحيرات عندها مية عذبة بس، مين قال كده؟ في مية عذبة وفي مية مالحة. all living organisms، كل الكائنات الحية need water to survive، تحتاج ماء للحياة عشان تعيش، طبعا true. what happened، ماذا يحدث if، ماذا يحدث لو the river water meets the sea water، النار لما يقابل البحر يكون استواري، يبقى an استواري، an استواري maybe
be formed. سوف يتكون ايه المصب اللي هو الاستواري لو الريفر قابل ايه؟ قابل السي. ايه اللي بعد؟ choose the correct answer. among animals that can found in pond من الحيوانات اللي بتعيش في البرك طبعا frog وسلامندر. اتنين which of the following is a part of biosphere؟ مين من اللي جاي ده يعتبر a part of biosphere؟ ها اختار ايه؟ God animals. we can't send astronauts ما نقدرش نرسل علماء الفضاء to study stars عشان يدرسوا النجوم. طبعا ليه؟ لانها بعيدة عننا بحاجة اسمها ملايين السنين الضوئية. far away فين بقى far away؟ ايه؟ اربعة which of the following is found between porous frogs؟ مين من اللي جاي ده موجود بين الشقوق اللي في الصخور below اسفل the air surface سطح الارض. ها ايه اللي موجود بين في الشقوق اللي بين الصخور تحت سطح الارض؟ very good ground water مياه الجوفية. cross out the odd word اختار الكلمة الغريبة. اشرح دي تاني عشان الظاهر ما كانتش باينه يا ولاد انا بعتذر. which of the following found between porous مين من اللي جاي ده موجود بين الشقوق بتاع الصخور الجراوند ووتر اختار الكلمه الغريبه. ووتر ساند سويل روكس اختار ايه؟ قول يا باشمهندس قول يا باشمهندس. ها فيري جود برافو عليكم. هنختار الووتر ليه؟ عشان كلهم جيوسفير لكن الووتر لا تبع الهيدروسفير. نيتروجين ساند اكسجين كربون دايوكسيد فكر فكر يا دكتور فكر يا دكتور. ها فيري جود اختار الساند كلهم تبع الاتموسفير الساند تبع الجيوسفير. المحافظه اللي بعدها يلا اخر محافظه لان احنا الفيديو هنقسمه لثلاث محافظات عشان ما يبقاش كتير عليكم اوكي ونقدر كلنا نستفيد. ما ننساش اللايك الجميل ونشير الفيديو عشان كله يستفيد. تشوز ذا كوريكت انسر. مايكرو اورجانيزمز ار بارت اوف يعني مايكرو اورجانيزمز قول لي كده يعني مايكرو اورجانيزمز. ها انا عرفتها تبقى انت مركز ولو ما عرفتهاش تبقى انت برضه مركز عشان انتوا شاطرين وزي العسل. مايكرو اورجانيزمز الكائنات الدقيقه جزء من بايوسفير غلاف الحيوي. among the source من مصادر الماء which human can use for drinking من مصادر الماء اللي ممكن الانسان يستخدمها للشرب طبعا river عشان دي ميه عذبه بقى كله ميه مالح. The force of نقط keeps the planet قوة نقط بتحافظ على الكواكب في دورانها حوالين الشمس. Very good الجرافيتي قوة الجاذبية. At the noon في الظهيرة sun appears in the center in the sky لسه ودينا هناك في الكومبليت فاكرين؟ Give reason يا محترم. occurrence of cycle of day and night شرحناها دي حدوث تتابع الليل والنهار. يلا قول قول يا اخويا قول يا دكتور. ها اللي هيقولها يا عبقري اجيب له هديه. حدوث تتابع الليل والنهار برافو عليكم. due to rotation of the earth around itself او around its axis يبقى due to rotation لا معلش يا نبعدها شوية كده due to rotation of earth around its axis أو itself هي its axis أو itself هي فاهمين يا ولاد؟ اوكي اللي بعده true or false. sun is the biggest star يا راجل الشمس اكبر نجم في الكون. لا sun دي medium in size في اصغر منها وفي اكبر منها. air resistance slow down مقاومة الهواء بتبطئ من سرعة الباراجوت مظبوط. atmosphere is the system that composed of mixture of gas مظبوط. الاتموسفير يتكون من خليط من الغازات. salt water represent 96.5% تمام ترو. what will happen ماذا يحدث if the distance between the moon
and the earth become twice. يحصل إيه لو المسافة بين القمر والأرض زادت للضعف؟ القوة الجاذبية بينهم هتقل، صح؟ لو المسافة زادت become twice يبقى الجاذبية هتقل، يبقى gravitational force between زم بينهم، زم دول اللي هما مين؟ المون والارث، ويل ديجريز. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعد اخر سؤال يا محترمين، رايز ذا ساينتفك تيرم. لارج بودي اوف ووتر ذات سراوند باي لاند، مسطح ماء كبير بيحيط بالارض. طبعا هنا بيتكلم عن ليك، بحيرة. ذا افكت ذات بول، مؤثر بول or push، لاما يسحب او يدفع جسم. اول ما الاقي بول او بوش يبقى ايه؟ يبقى فورس. زي ار جاينت سفير اوف سوبر هوت جازز، يعني ايه جاينت سفير؟ كرات ضخمه من غازات ساخنه جدا. يعني بنتكلم على مين؟ ستارز. اوكي. ذا سيستم ذات انكلودز all living organisms، النظام اللي بيحتوي على كل الكائنات الحيه. طبعا ايه؟ بايوسفير. بايو ايه؟ سفير. منشن ان اكزامبل، اذكر مثال يوضح انتر اكشن، التداخل ما بين الجيوسفير والهيدروسفير. جيوسفير غلاف ارضي، هيدروسفير غلاف مائي. ممكن نقول له ايه بقى؟ نقول له مثلا فورميشن اوف ليك، تكون بحيره عباره عن ارض منخفضه جت عليها ميه. ممكن نقول له مثلا ايه؟ فورميشن اوف جراوند ووتر، صح؟ تكوين المياه الجوفيه. يبقى فورميشن اوف جراوند ووتر، فورميشن اوف جراوند ووتر، ده مثال. او فورميشن اوف ليك، تكوين البحر. بكده يا اولاد الثلاث محافظات خلصوا. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم وتجيبوا احلى الدرجات وتفرحوا بابا وماما بيكم ان شاء الله. ربنا معاكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.